ما هو انا عايز اتكلم عليها انت النهارده، قايل ما هو انا ما هو انا لازم اتكلم عليها النهارده، لازم اتكلم عليها ونسال هي راحت فين، لان الناس ما بقتش مهتمه بيها خالص والله العظيم. وهيندموا على فكره، هيندموا عليه. اعزائي المشاهدين هي راحت فين، اعزائي المشاهدين اعزائي المستمعين، احنا مش عارفين هي راحت فين، ويجي واحد يقول لي اقول لك فين وما تزعلش. خش بالانترو يا ابني. الحلقة النهاردة بنتكلم فيها على هي راحت فين. في الحقيقة أنا عايز أقول لكم هي مين، هي الطباعة، هي الطباعة راحت فين يا جماعة. خلينا نرجع شوية بالزمن كده ونعرف إيه اللي كان بيحصل زمان عند المصورين أو حتى عند الناس العادية في موضوع الطباعة، ونشوف إن إحنا النهاردة إزاي مستهترين وإزاي هنندم على الموضوع اللي إحنا بنعمله دلوقتي. زمان كان بيحصل إن لما كان المصور بيصور صور، خلينا نتكلم عن المصورين المحترفين أو المصورين الاحترافيين، كان في ثلاث مراحل عشان في الاخر يضمن ان صورته بتطلع حلو. اول حاجة ان هو يصور الصورة، يعني عملية تصوير الصورة ما كانتش هي نهاية المطاف، ان هو يصور الصورة حلوة دي اول جزء اللي كان بيصورها على الفيلم. تاني جزء وهي مرحلة البروسيسنج او مرحلة المعالجة او التحميض، زمان كان بيسموها التحميض، وكان ده تاني جزء، ان المصور اللي بيعرف يحمض بنفسه او بيعرف ان هو يعمل الرتوش بنفسه كان بيبقى متميز شوية عن مصور تاني بيروح يحمض في معمل، فبالتالي الصورة ما بتطلعش زي ما هو عايز. ودي المرحلة التانية اللي هي ستيل موجودة لحد دلوقتي، وهي مرحلة البروسيسنج او بيسموها مرحلة الايديتنج. فالمرحلتين الاولانيين هما مرحلتين موجودين والناس بتعملهم وبتفنش بقى بعد مرحلة الايديتنج وتسلم الصور سوفت كوبي وخلاص. ولكن زمان كان في مرحلة مهمة جدا وهي مرحلة الطباعة. انا عشان اوريك الصورة بعد عملية التحميض كان لازم اطبع الصورة عشان اقدر اوريها لك، سواء ان انت عميل او سواء انت شركة او سواء انت حد انديفيديوال عادي بتاخد صور لنفسك ذكريات، ولكن كانت مرحلة الطباعة مرحلة مهمة جدا. وكان كتير جدا من المصورين المحترفين بيقفوا على ايدين الطباعين اللي بيطبعوا في المعامل عشان يضمن ان الصورة بتاعته لا تشفت ازرق ولا تشفت اصفر وتطلع بالالوان اللي هو عامل حسابه عليها بالظبط. وهنا كان المصور بيتم عملية تسليم الصورة زي ما هو عايز، من أول التصوير للتحميض للطباعة. النهاردة الموضوع اختلف شوية وبقت المصورين الدنيا بقت أسهل بكتير، وبقت الناس تصور بالكاميرات الاحترافية، أو حتى عايز أقول لكم المصور الناس العادية اللي بتصور بموبايلاتها أو بتصور عيالها أو بتخرج أو الكلام ده بتاخد ذكرياتها على الموبايلات. وهنا بينتهي العملية، يعني الصورة بتفضل على سوفت كابي على الموبايل، أو المصور لما بيصور الصورة بيسلمها للعريس والعروسة أو بيسلمها للشركة سوفت كابي، وبيفضل الموضوع سوفت كابي. ولكن هنا عندنا حاجة خطيرة جدا. هل انت تتخيل او انت فاكر ان انت عندك صور مثلا لنفسك من 20 سنة؟ الصور موجودة في الدولاب، ولو فتحت هجيبك الالبومات وهطلع صوري وانا صغير. طب لو انا سألتك عندك صور لنفسك من 6 7 سنين؟ بنسبة كبيرة لا، ولو لقيتها هتلاقيها الجودة بتاعتها مش احسن حاجة، وممكن ما تلاقيهاش خالص، لان عادة السوفت كوبي مع مرور الوقت ومع تغيير التليفونات وتغيير الكاميرات والكمبيوترز الجديدة والكلام ده كله ممكن في بيانات كتيرة بتضيع. واحنا هنعمل حلقة عن ازاي تحفظ الداتا بتاعتك بشكل سليم عشان ما تفقدش الداتا دي مع مرور الوقت، في حلقة هنخصصها لكده. ولكن النهارده لو انا سالتك تاني عندك صور من 7 سنين هتقول لي احتمال كبير لا، لان الصور دي انا صورتها وفضلت على موبايلي، والموبايل ده انا ببيعه واشتريت موبايل تاني فما عرفتش انقل الصور قوي، او شويه منهم اتنقلوا وشويه منهم ضاعوا وموبايلي اتسرق وهكذا. ذكريات يا جماعه بتروح عشان الناس ما بقتش مهتمه بعمليه الطباعه، او فاكراها اولد فاشن، حاجه قديمه مش مهم قوي انها تبقى موجوده دلوقتي. ولكن في الواقع الطباعه هي الحاجه الوحيده اللي بتحفظ لنا الميموريز دي، وبتحفظ لنا الحاجات اللي راحت علينا او الحاجات اللي الزمن عدى عليها ان احنا نقدر نسترجعها بعد كده. مش كده وبس، الطباعه هي اللي بتبين الالوان الحقيقيه او بتبين مجهود المصور اللي بيسلم الصور بتاعه للكلاينت. يعني تخيل كده النهارده، وهنتكلم في حلقه كمان عن موضوع الالوان، ان انت صورت صور وتعبت جدا في ان انت تعمل لها اديتنج وتعمل لها ريتاتشنج وكل حاجه وظبطت الوان معينه، وجيت سلمها للكلاينت، الكلاينت ده لما بص عليها على الشاشه بتاعته قال لك ايه الالوان الغريبه دي، لان الشاشه بتاعته مش كاليبريتد، فعنده مشكله في رؤيه الالوان اللي انت تعبت جدا عشان تطلعها من الصوره بتاعتك. فانت شايف على الكمبيوتر بتاعك حلوه بس الكلاينت شايف على الكمبيوتر بتاعته وحشه. وهنا كان لازم نرجع لحاجه فيصل، حاجه تقدر تورينا احنا فعلا تعبنا على الصور دي، ازاي نقدر نقفل الموضوع ونوريها للكلاينت زي ما احنا شايفينها، وكانت الطباعه.
تخيل انت لو طابع صوره بالوان معينه استحاله اتنين يشوفوها، واحد يقولك لا دي فاتحه شويه، واحد يقولك دي غامقه. ما ينفعش، لان الطباعه هي الفيصل في الحاجات دي. فمهما تقدمت الدنيا ومهما الدنيا بقى فيها تكنولوجي، هتلاقي ان في حاجات كتير قوي وفي قطاعات كبيره جدا لسه متمسكه بالطباعه، ولكن الموضوع قل بكتير جدا عن زمان. زي مثلا القطاعات، زي الناس بتوع الدهانات، زي الناس بتوع الفرنتشر، هتلاقيهم لحد النهارده بيعملوا كتالوجات. الكتالوجات دي مطبوعه عشان يضمن لك ان انت لما تاخد الكتالوج ده تلاقي فيه الالوان الحقيقيه اللي انت لما تروح تشتريها هتلاقيها. دي قطاعات لسه متمسكه في موضوع الطباعه. في ناس كتير قوي فاكراها اولد فاشن، ولكن يا جماعه مهم جدا ان احنا نهتم بالطباعه. طلع صور عيالك صغيرين واطبعها، طلع صورك والميموريز بتاعتك اللي موجوده على الموبايل واطبعها، ودي صور كميه صور. الطباعه على فكره النهارده ما بقتش غاليه، اشتري برينتر في البيت واطبع الصور، الطباعه ما بقتش غاليه، ولكن هتعرف قيمه الصور اللي انت بتطبعها دي بعد 10 15 سنه، لان في الغالب مش هتلاقيها سوفت كوبي، ممكن تلاقيها بس هارد كوبي، ودي الحاجه اللي بتعيش. انا عايز اقول لكم ان في دراسات كتيره جدا بتتعمل على الورق من الشركات المهتمه بالطباعه، انها تخلي الورقه تعيش لغايه 300 سنه. يعني مهما تغير عليها الظروف الجويه ومهما تغير عليها الزمن، بتفضل الورقه بنفس رونقها بنفس الكواليتي بتاعتها. وهنا انا بنصح الجميع ان هو يعمل كده، افتح تليفونك وخد احسن صور انت محتاجها خلال السنين اللي فاتت، وروح اطبعها وخليها عندك في الدولاب. اكيد هتفتكرني بعد 5-6 سنين وهتقول شكرا ان احنا طبعنا الصور دي، لان الصور دي ما بقتش عندي سوفت كوبي. فاهتموا بالطباعه، سواء كان في شغلكم وانتم بتسلموا للكلاينتس، في الويدنج، في المصانع، في المكاتب، في الشركات. الكلام ده مهم جدا، وبالذات موضوع الويدنج. ناس كتير قوي النهارده في الويدنج بدات العرسان نفسهم يعني يستخفوا بموضوع الطباعه، ويقول لك خلاص هنستلمها سوفت كوبي على فلاشه، والفلاشه بتضيع، الفلاشه بتروح، ما بيبقاش الصور زي زمان. ولكن كل الناس اللي بتسلم وبتستلم صور مطبوعه بتعلقها، او بيبقى في عندهم البوم في البيت بيقدروا ان هم يرجعوا له في اي وقت، وبتفضل الذكرى محفوظه مهما حصل للسوفت كوبي. فاهتموا يا جماعه بالطباعه، الطباعه بقت رخيصه، ومهم جدا ان انت تحافظ على الميموريز بتاعتك. استنونا في حلقه جديده من حلقات التصوير في زمن الكورونا، وهنتكلم عن حاجات كتيره جدا هتعجبكم ان شاء الله الفتره الجايه. حلو قوي ده، حلو قوي. بيزك.